صفحة الرئيسة مشاهدينا على رأس الساعات القادمة، وفيها تتابعون: في زيارة رسمية لرئيس الوزراء، العراق ومصر يبحثان تفعيل اللجان المشتركة ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين بسقف يصل إلى 200 تريليون دينار، نواب يتوقعون تسليم الموازنة للبرلمان الأسبوع المقبل ويحددون حصة أقليم كردستان منها، حفاظاً على استقرار سعر الصرف. المصارف الحكومية توسع منافذ بيع الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج، وبحضور منظمات مدنية البرلمان ينظم جلسة استماع خاصة بقانون حرية التعبير، ويؤكد حاجته لمزيد من الحوار والإنضاج. استنفار الجهود الأمنية والخدمية في كربلاء المقدسة استعداداً لزيارة النصف من شعبان. إذن تفاصيل هذه الأخبار مشاهدينا وغيرها على رأس الساعة. إلى اللقاء.